ليبيا تواجه أزمة كبيرة بسبب الآثار الكارثية التي خلفتها العاصفة دانييل التي ضربت البلاد وأحالت البلد العربي إلى مناطق منكوبة. فقد شهدت الساعات الأخيرة الماضية عدداً من المدن الليبية سيولاً وأمطاراً غزيرة غير مسبوقة على الدولة الليبية، وذلك بعد أن ضربتها العاصفة دانييل وتسببت في جرف مئات المنازل وغرق عدد من المدن الليبية أبرزها مدينة درنا وعدد من المناطق في شرق ليبيا. ما تطورات الأوضاع في ليبيا وما هي أعداد المتضررين من العاصفة دانييل وكيف تعاملت الحكومة مع الأمر؟ هذا ما سنوضحه الآن من خلال هذه التغطية. شهدت عدد من المدن الليبية في الساعات الأخيرة الماضية سيولاً وأمطاراً غزيرة غير مسبوقة على الدولة الليبية، وذلك بعد أن ضربتها العاصفة دانييل وتسببت في جرف مئات المنازل وغرق عدد من المدن الليبية أبرزها مدينة درنا وعدد من المناطق في شرق ليبيا. وخلفت العاصفة العديد من الضحايا ووصل عددهم إلى أكثر من 2000 شخص، كما انهارت مئات المنازل إثر السيول الهائلة التي تشهدها ليبيا في الوقت الحالي. وقد أعلن الناطق باسم هيئة الإسعاف والطوارئ الليبية أسامة علي أن عدد ضحايا العاصفة دانييل التي ضربت مدن شرق ليبيا منذ يوم الأحد قادمة من البحر المتوسط بلغت 25 قتيلاً في مدينة البيضاء، وهناك مفقودون بالإضافة إلى 7 قتلى ونحو 20 مفقوداً في مدينة سوسة التي دمرتها العاصفة تماماً. وأشار إلى أن هيئة الإسعاف والطوارئ فقدت الاتصال مع فرق الإغاثة والإنقاذ في المدن المتضررة والفرق الداعمة القادمة من مدينة إجدابيا، وتواجه مشكلات في التواصل بين الغرب والمناطق الشرقية. وأوضح أيضاً أن ليبيا ليست مستعدة لمواجهة مثل هذه الكوارث، وهي دولة تعاني من الأزمات المتعددة، حيث أدى انقطاع الكهرباء إلى إخراج مستشفى البيضاء عن الخدمة، مما يعني تقليل العمليات الطبية للحالات الطارئة فقط. وفي هذا السياق قال اللواء خالد المحبوب مدير إدارة التوجيه المعنوية في الجيش الليبي بأن السيول التي ضربت ليبيا تأثيرها أكثر بشكل هائل على عدد من المدن والمحافظات الليبية وتسببت في أضرار مدمرة للغاية. وقال أيضا أن الأمطار والسيول الهائلة تسببت في هدم سد مدينة درنا، كما أغرقت المدينة الليبية ومناطق كثيرة تجاه الشرق، لافتا إلى أن تلك السيول أدت إلى أضرار غير مسبوقة في ليبيا. وتحدث أيضا عن البنية التحتية بالمدن التي ضربتها السيول والأمطار لم تصمد أمام قوة السيول المدمرة لتغرق مدينة درنا وتدمر بنيتها التحتية بشكل شبه كامل. وأشار إلى أنه لم يكن أحد يتوقع أن مستوى السيول سيصل إلى هذا الحد من الدمار ويخلف الكثير من الخسائر في الأرواح والمنازل والبنية التحتية. وعلى الرغم من التنبيهات والتحذيرات التي تم تلقيها في الفترة الماضية، ولكن الوضع كان فوق تصور أي شخص وبات الوضع كارثياً. وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري عن أن ما بين 5 إلى 6 آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا بسبب الفيضانات التي تسببت فيها الأعصار دانييل. وقال المسماري في بيان أن ما بين 5 إلى 6 آلاف شخص مفقودين في درنا بسبب الفيضانات. وذكر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات في مدينة درنا تجاوزت 2000 شخص، وناشد المجلس الرئاسي في طرابلس بتقديم المساعدة الدولية للمتضررين من الفيضانات. وأفاد في بيان المجلس الرئاسي ندعو الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية إلى تقديم المساعدة والدعم للمناطق المتضررة. وذكرت وسائل إعلام ليبية يوم الأحد أن الأمطار الغزيرة التي جلبتها عاصفة دانييل تسببت في ارتفاع منسوب المياه والفيضانات في مدن وبلدات عدة في شرق ليبيا بما في ذلك البيضاء ودرنا.
والجدير بالذكر أن العاصفة دانيال أدت إلى سقوط أمطار غزيرة وعواصف رعدية مع سرعات الرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار خلال الساعات الماضية في ليبيا. وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قال أمس الاثنين أن ليبيا تتعرض لأول مرة لمثل هذه الظروف الجوية. كما أضاف المسماري أيضاً أنه تم تسجيل أكثر من 2000 قتيل في مدينة دارنا نتيجة الفيضانات، موضحاً أن كافة الطرق المؤدية إلى المناطق المنكوبة جراء الفيضانات مقطوعة بسبب الظروف الجوية. وكانت مناطق شرق ليبيا أكثر المناطق المتأثرة بالعاصفة دانيال، وأبرزها درنا التي أعلنت منطقة منكوبة حيث أنهار فيها سدان تسبب في كوارث عديدة. وقال أحد المواطنين الليبيين أن السيول جرفت الجثث إلى البحر، مشيرا إلى أن الكارثة أكبر مما يتخيل العقل جراء انهيار السد الكبير وانهيار مئات البيوت والعمارات على جانب الوادي وتفرع السيول إلى داخل البلاد والجبيلة والعفار على ارتفاع الطابق وطابقين. وأكد المواطن الليبي أن الجثث في كل مكان تحت الأنقاض وداخل البيوت وما يرميه البحر هنا وهناك، الوضع أكبر من كلمة كارثة. الأزمة التي تواجهها ليبيا امتدت إلى الموانئ النفطية، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأحد حالة الطوارئ القصوى في 4 من الموانئ النفطية، مع احتمالات إغلاق موانئ رأس لانوف واللازوتينية وبريقة والسدرة حتى اليوم. ولم يكن الحال في مدينة سوسة أفضل من درنا، حيث كشف جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي مساء أمس الاثنين مشاهد كارثية من المدينة التي غمرتها مياه السيول في الوقت الذي تواصل فيه فرق الطوارئ عمليات انتشال الضحايا بالساحل الأخضر وإنقاذ العالقين في المنطقة الشرقية. ونشر جهاز الإسعاف والطوارئ الليبية عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك مقطع فيديو لسيارات مكدسة جرفتها السيول على جانبي الطريق ومنازل مهدمة واختفاء مظاهر الحياة بمدينة سوسة التي انقطعت عن المدن المجاورة وغرقت مدنها تحت المياه. وفي مدينة البيضاء أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ مساء أمس الاثنين عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 23 ضحية. مشاهدينا، في نهاية هذه التغطية بنقدم تعزينا لأسر الضحايا في ليبيا ومستمرين مع حضراتكم في متابعة التطورات على مدار الساعة. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.